Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün günlerden Perşembe günü 23 Şubat 2023. Kadim Yurtlar Danışma Derneği ve Ahda Turan Birliği Derneği olarak Afganistan'ın Güney Türkistan bölgesinin Şıbırgan şehrinin Marancan Koyu'nda bulunmaktayız. Bugün burada Yurdanur Taylan ve Ziver Taylan adına gönderilen 328. içme su kuyusunun açılışını yapacağız inşallah. Rabbim kabul eylesin. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أمن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام وصلى الله تعالى على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين برحمته